مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيقام حفل تكريم وتوزيع الجوائز على أطفال مصر المبدعين والفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة 2023 تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية. الاحتفال هينظمه المجلس الأعلى للثقافة الساعة 12 الظهر بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية. جائزة المبدع الصغير خصصتها الدولة المصرية للأطفال والنشء تعبيراً عن اهتمام الدولة بيهم ورعايتها ليهم وتقديراً منها لموهبتهم وإبداعاتهم. النهاردة هيتم فتح باب تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية والمعاهد الفنية، وهيستمر لحد يوم الخميس 14/9/2023. النهاردة هيتم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، ووفقاً للإعلان المنشور تقرر إقامة الجمعية العمومية العادية الجمعة 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي وفقاً لأحكام قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي للنادي.